معانا دلوقتي هنناقش موضوع مهم جدا الحقيقه بيهم كل الناس. طبعا حضراتكم عارفين ان فيروس كورونا المستجد متواجد، ويعني لسه ما فيش اي لقاح يعني تم التوقيع منه، او يعني تم اللي هو ده اللي موجود وهو ده اللي هيعالج، ما فيش حاجه زي كده لسه حصلت. ولكن بيبقى في تداول بعض الاخبار اللي بتنزل على السوشيال ميديا، وطبعا بيبقى فيه ابحاث كتيره جدا بيتم وضعها وبيتم طبعا التعامل معاها. ولكن على مواقع التواصل الاجتماعي كان في حاجه اسمها الخلايا التائيه، ده يعني منتشر جدا على السوشيال ميديا والناس بتتكلم عنه كتير، فحابين نعرف تفاصيل عن هذا الموضوع اكتر. معانا على الهاتف الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابه الصيادله. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. اهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك بألف خير يا رب. كل سنه وحضرتك طيب. الحقيقه طبعا يعني من ضمن الابحاث اللي بتتعمل لهذه الفتره وجود وانتشر كبير جدا من موضوع الخلايا التائيه. حابين طبعا حضرتك توضح لنا ايه هي يعني هذا البحث ومدى وصلنا فيه لغايه فين؟ طبعا في البدايه لازم اوضح لحضراتكم والجمهور بصوره مبسطه، في احنا شغالين على محورين. العالم كله بيشتغل على حاجاتنا، العلاج او الدواء، والشق الثاني اللقاح. الدواء ده معناه ان انا بدي دواء لشخص مصاب بالفعل، شخص اتصاب فبدي له دواء عشان يقلل الاعراض وعشان نلحقه. تمام. اللقاح هو اللي انا بديه للاشخاص عشان ما يحصلهمش الاصابه، زي الامصال واللقاحات اللي بناخدها بقالنا فتره في التطعيمات بتاعت وزاره الصحه. تحصين يعني. بالظبط، تحصين. وده اللي احنا ده الامل الكبير، مش العلاج هو الامل دلوقتي، الامل الكبير هو ان يكون في اكتشاف لقاح في وقت سريع ويتم اعتماده بسرعه ويتم التعامل به بسرعه عشان نبدا نتحرك بصوره افضل من كده ونمنع انتشار المرض بسرعه جدا. طيب اللي ظهر كل يومين ثلاثه بيظهر عندنا بحث جديد اللي عن حاجه معينه. بتدي امل يعني للناس البسطاء، مع ان يعني اما نيجي ندور هو كل اللي بيحصل هو ان انا بس بحدث سواء في الدواء ان انا بحدث بعض الداتا او الدراسات القديمه او بشتغل على عقار قديم، ما عنديش لسه الجديد اللي بيخليني مطمن شويه ان انا خدت قفزه كبيره جدا في سبل الشف لقاح او علاج لكوفيد 19. اللي حصل من يومين او ثلاث ايام او من فتره ان كان في دراسه في جامعه كولومبيا تقريبا بتتكلم عن ان في اكتشاف عظيم اسمه التي سيلز، وازاي هي بتبدا ممكن استعمل ده واستغل ده في علاج لكوفيد 19. طيب التي سيلز دي او الخلايا التائيه بالبلدي او العربي دي اساسا كان الناس في اولى طب اولى صيدله بيدرسوا التي سيلز، ودي قصه معروفه. هي عباره عن الخلايا الليمفاويه، دي هي بتبدا من خلال اربع خمس ست انواع منها بتبدا تنظم وتبدا تقتل او تبدا تكون عندها على بعض الخلايا منها الميموري الخاصه بالمرض اللي اصاب الشخص في فتره ما. فده موجود، ودي من ضمن الاليات اللي فعلا حاجه يعني سبحان الله فيها فعلا في جسم الانسان، اما يكون عندنا نظام مناعي يعني يفوق في تنظيمه افضل الجيوش في العالم. فالتي سيلز طبعا لما هم في الدراسه الاخيره قالوا ان في بعض الاشخاص لم يتم اصابتهم بكوفيد 19 ولكن لقوا عندهم في الميموري الخاصه بالتي سيلز الانتيجينز اللي المفروض ان هي ضد فيروس كورونا. القصه ببساطه ما هو فيروس كورونا او كوفيد 19 هو فيروس كورونا اللي هو منه خمس ست انواع، فممكن يكون شخص اصيب بحاجه زي الانفلونزا وفعلا الميموري تي سيلز دي اللي هي خاصه بتخطط ان بتعمل ذاكره للمهاجمه اللي تمت على الجسم فبتكون مخزناها عشان لما يحصل هجوم من نفس الفيروس ثاني بتبقى عارفه ازاي تتغلب عليه. هي دي النقطه اللي بيلعبوا عليها، ان انا ازاي استغل الخلايا الليمفاويه او الخلايا المناعيه او جهاز المناعه اللي عندي في ان انا اطور من ادائه عشان اخليه جاهز لاستقبال اي اصابه محتمله بكوفيد 19 او اي فيروس معين عشان الجسم ما ينهارش قدام الاتاك بتاع الفيروس ده.
طبعا ده مش مختص بس بالكوفيد 19 او اي فيروس، ده سبل علاجيه وابحاث بتتم بقالها فتره طويله جدا، ولو تم التقدم فيها بصوره جيده هتكون امل كبير لمعظم انواع الامراض اللي بتقابلنا في او قابلتنا الفتره الماضيه اللي هي مستعصيه على اكتشاف علاج ليها. نتمنى طبعا ان يكون عندنا قريب علاج فعال، مش علاج قديم بنحاول نطور فيه عشان نعالج بيه المرضى. نتمنى يكون عندنا لقاح، واحنا بالفعل احنا كل فتره بنتقدم خطوه، يعني احنا مش واقفين محلك سر. يعني يمكن الناس احبطهم شويه اما الافيجان لما كان طالعين بالسما شويه، وبعدين فجاه لقوا ان الافيجان بيقولوا ان هو مش فعال قوي. ظهر ريمديسيفير في امريكا وتم اعتماده بالفعل، وبيؤدي نتائج كويسه في الحالات الحرجه، وده شيء مش وحش، شيء كويس، بيخلينا نقلل عدد الوفيات، بيدينا امل شويه ان احنا مش شرط المصاب بيه وعنده مرض مزمن هيموت. عندنا برضو في دول كتير جدا بتسعى لانتاج او لدراسات خاصه بتطوير اداء بعض الادويه عشان برضو تساعد في علاج الكوفيد 19، وفي تقدم ملحوظ، احنا كل يوم بيكون عندنا في جديد في علاجات كورونا. وبرضو النقطه اللي احنا منتظرينها زي ما قلت لحضرتك، نتمنى في اسرع وقت ممكن يكون عندنا فعلا لقاح عشان فيروس كورونا، عشان هو ده اللي احنا منتظرينه، عشان فعلا احنا دخلنا في مرحله انتشار كبير. انا بتكلم طبعا الدول كلها خدوا بعض الاجراءات الجيده اللي احنا للاسف اتاخرنا فيها شويه او ما خدناهاش. احنا اعتمدنا على وعي الشعب، وده شيء طبعا يعني مطلوب، ولكن ما جابش نتيجه لان ما كانش في تنظيم لوعي الشعب، ما كانش في رسم خطه معينه يمشي عليها المواطن عشان يعرف، ما حدش قال له زي ما حصل في الهند اما تقف في السوق خلي مسافه معينه، ما حدش نزل ينظم الاسواق، ما حدش نزل ينظم التكدس اللي موجود في المواصلات، ما حدش نزل يبدا يخلي المواطنين في اوقات التسوق عشان يجيبوا حاجاتهم، ازاي يتعاملوا هنا او هنا. لسه بنقول دلوقتي ان احنا لازم نلبس الماسكات، مع ان كل الدول من اول يوم نبهوا على النقطه دي، احنا تاخرنا كتير جدا. عشان كده اما تشوف البيك اللي موجود، الشرط اللي بيتكلم عن ان الدول كلها بدات وصلت للبيك بتاعتها، للذروه بتاعت الانتشار، وبدا كله ينزل تاني. اما الاقي مثلا في بيك في اكتر من 37 او 40 دوله تقريبا في الشرط ده، والاقي مصر احنا كلهم بينزلهم، والاقي مصر للاسف شكل الشرط بيقول ان احنا داخلين على مصيبه كبيره الفتره الجايه، بيزيد لسه. ولسه منتظرين اكتر من كده، ولسه منتظرين للاسف بعد زحمه العيد ما تتم والزيارات المنزليه في العيد والتهنئات بالعيد ممكن تحصل كارثه مصيبه. وانا كنت اتمنى ان احنا كنا بنقول خايفين على عجله الانتاج، طب ما انا عندي اجازه، عندي اجازه عيد، ما كانت فرصه ان انا ما دام انا قفلت المنتزهات وقفلت الجناين وقفلت الملاهي وقفلت كل حاجه، ما حدش شغال، ليه ما عملتش حظر كامل؟ مش فرصه جات لحد عندنا، مش هنأثر على اي حد، مش هنأثر على اقتصاد البلد. كنا قفلنا عشان يدينا حتى ناخد نفسنا. احنا انا بقول للمواطنين لو سمحتم خدوا بالكم الفتره الجايه، عشان هي خلاصه الامر انت هتتعب. للاسف المكان بتاعك في المستشفى بقى محجوز، العدد اللي بيطلع يوميا ده بيقفل لي مستشفيات كامله. انا قوه مستشفى العزل عندي بتكون متوسطها مثلا حوالي 200 300 سرير. الاصابات يوميا بتعدي ال 500 دلوقتي، يعني معناها محتاج كل يوم مستشفيتين عزل، ما عنديش الطاقه دي. النظام الصحي لو احنا فضلنا بالاستهتار ده والاهمال ده من قبل بعض المسؤولين ومن قبل المواطنين كمان، نحمل الاثنين المسؤوليه، هندخل على كارثه كبيره الفتره الجايه. نتمنى نتدارك الامر الفترة الجاية، ونتمنى ان ربنا يلطف بينا ويستر علينا الفترة دي، عشان خاطر احنا لو الامور مشيت وفقا للي احنا بنتابعه من شكل الاصابات وشكل المنحنى اللي لسه ما زال صاعد وهيصعد تاني في ظل عدم وجود بعض الاجراءات القوية في التوقيت ده، فممكن نخش في مرحلة سيئة جدا الفترة الجاية. نتمنى ان ربنا يسترها علينا الفترة الجاية ان شاء الله، واحنا مصر واحنا المواطنين كلهم. يا رب يا دكتور، بس فعلا حضرتك وجهت يعني رسالة مهمة جدا 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 في لمشاهدينا، موضوع فعلا وعي المواطن، وهو اللي في المقام الأول والأخير مهما اتقال من كلام ومهما اتعملت من إجراءات. لو ما كانش فيه وعي بتنفيذ هذه الإجراءات وتنفيذ القرارات
ويكون في فعلا وعي يعني كامل جدا فعلا، يعني زي ما حضرتك اوضحت يعني لا قدر الله يبقى في امور كارثيه، ولكن احنا ما نحبش ان احنا نوصل لهذا الموضوع، ولكن احنا بس انا هقول بنقول اتفضل دكتور. في هقول بس حاجه مهمه. انا جنبي 4 حالات تاكد اصابتهم، انا بنحاول ندخلهم مستشفى مش لاقيين مكان. بقول للمواطنين فعلا نتيجه ال4 حالات دول ايه او بسبب ايه؟ ال4 حالات عزومه على الفطار في رمضان، اسرتين عزموا بعض على الفطار 20 شخص، 10 منهم عملوا تحاليل، 10 بس من ال20 عملوا تحليل، اصابه 4 اكيد مش ليه مكان. فلو سمحتم العزومات والسلام والمعايدات بتاعت العيد الفتره الجايه ممكن نراعي عايد، عشان انا بقول دي عاده عندنا بنأديها. لا، العاده لو هي هتأدي الى مشكله ليه كل انت رايح له بلاشها دلوقتي. ما احنا منعنا صلاه في مساجد وكنائس وفي كل مكان، فما بناقص ان احنا في التوقيت ده نعيد. ما احنا عدى علينا عيادات كتير ما احتفلناش بيها، وعد علينا كتير جدا زمان احتفلنا بيه فما جاش على العيد ده نعديه عشان خاطر نعدي الفتره الجايه على خير. فاتمنى من المواطنين استحمل شويه، الدول اللي حوالينا قفلوا على نفسهم اكتر من اللازم، فبالتالي دلوقتي بيحاولوا يعني بيتعايشوا من الفتره دي، بيتعايشوا صح، يتنفسوا شويه. احنا للاسف احنا ما كناش قافلين على حد، احنا ما كانش الناس مستنيه ايه تنطلق. ما انت كنت طول عمركم او طول الفتره اللي فاتت كلها ما كانش في حظر ولا كان في اي حاجه، الاسواق طول النهار الناس موجودين فيها، كله بيتحرك براحته للاسف الشديد، فما كناش قافلين على حد. فنتمنى احنا بجد نقفل على نفسنا وننسى بقى حته ان ربنا هيستر، مش شرط ان احنا مش لازم نتوكل بالصوره دي. ما لو ما عملتش اللي عليا ما انتظرش من ربنا ان هو يعمل حاجه ثانيه. مظبوط، فلينا دور لازم نقوم بيه وننتظر ربنا ان هو يسترها معانا. فعلا كلام حضرتك مظبوط فعلا، واحنا طبعا بنوجه يعني رساله مع يعني مع على لسان حضرتك طبعا، ان احنا فعلا بنواجه ازمه لازم كلنا نبقى واقفين يعني كلنا اتجاهها، ولازم يكون عندنا وعي فعلا الفتره اللي جايه، ويا ربي يا ربي كده يعدي العيد على خير طبعا والايام اللي جايه على خير، وطبعا يعني الازمه دي تنتهي عن القريب العاجل يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. أنا بشكرك جدا يا دكتور، وكل سنة وحياتك طيب، ألف خير، والأيام اللي جاية تعدي على خير، وإن شاء الله نعدي هذه الأزمة. بشكرك جدا الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.